بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي في الله، اليوم هو أول أيام التشريق، وبالتالي المطالب به الحاج أن يذهب لرمي الجمرات الثلاثة، الصغرى والوسطى والكبرى، فيرمي سبعا مع التكبير مع كل حصى. يرمي الجمرة العقبة الصغرى، ثم بعد ذلك يتجه نحو اليمين، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله بما فتح الله عليه، ثم بعد ذلك يأتي إلى الوسطى ويرمي سبع حصيات، وفي كل مرة من رمي الحصيات يجعل مكة على يساره ومنى على يمينه، مع التكبير كما أسلفت مع كل حصى. ثم بعدما ينهي الوسطى يذهب باتجاه أقصى اليسار ويستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل بما فتح الله عليه، حتى ورد أنه عن ابن عمر أنه دعا بمقدار البقرة. جلس نعم طويلة، ماذا عندك الآن؟ دعاء واستغفار وطلب من الله. ثم يأتي جمرة العقبة الكبرى فيرميها بسبع حصيات، نفس الشيء، يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، يكبر مع كل حصى، ثم بعد ذلك لا يوجد دعاء. نسأل الله يتقبل منا ومنكم. الأعداد كبيرة جدا، موسم حج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السؤال: من أين أتي بالحصى؟ تأتي بالحصى من منى؟ من أين؟ المخيم الذي أنت فيه يوجد سجاد، تحته يوجد حصى وتراب، تختار الحصى، ويوجد حصى كميات كبيرة جدا، وهكذا في الطريق يوجد جبال، يوجد أشياء مكسورة، يوجد من أي مكان، إن لم تستطع من أي مكان، طرقات الأرض مرمي عليها حصى. حياكم الله. السنة نعم أن تلتقط الحصى من منى. السلام عليكم ورحمة الله. نفق المشاة، وأنت قادم من معيصم، نفق معيصم لرمي الجمار، يوجد في الطريق طبعا بعض الأجهزة الكهربائية، وهو ممشى كهربائي، طبعا لمسافة قصيرة 200 متر 300 متر تقف عليها ويبدأ يمشي بك. كنت يعني تعاني من تعب وما شابه، حتى انه اليوم معطل مش ماشي، ولا حول ولا قوة الا بالله. الاعداد طبعا الناس منهم من يكبر، وهكذا السنة تكبر، هذه ايام تكبير، تكبر الله على ما هداك. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد.